السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم زيو. قبل المقطع من قصص محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يا شباب، اليوم جينا لكم بفيديو وعرض كتير كتير حلو عن لعبة ببجي. طبعا يا شباب، عرض اليوم كيف تحصل على لبسة اسطورية وطاقية مالتها وسكن سكار. بس يا شباب، مشكلتهم انهم مؤقتات، فعلى كل حال يعني انت ما لك خسران شيء ابدا ابدا. فقبل المقطع يا شباب، اذا كنت تجي على قناه مكشوف تفاجاز زر قديمة تبعت لك تمشي المقطع وبس. كان معكم محمد قناه زيو، خليكم مع الشرح. وبعد ما رجعنا لكم، اول شيء بتفتح ملفكم الشخصي وبتنسخوا الاي دي مالتكم. وتاني شيء يا شباب، بتفوتوا على رابط الموقع اللي حط لكم اياه بالوصف، رابط موقع الشركه. اوكي، هذا موقع الشركه الاساسي، بلا عليه لا بند ولا شيء. بتحطوا الاي دي مالتكم باول خانه، وتاني خانه بتحطوا الاي دي. عندي الاي دي 2 راح تلاقوهم بالوصف. وتالت خانه بتحط الرقم المطلوب منك وبتعطي تخليص. طبعا يا شباب، بعد ما حطينا الاي دي والكواد ورجعنا ببجي موبايل، مثل ما شايفين يا شباب 3 هدايا وصلونا. خلينا نعطيهم جمع ونشوف شو فيهم. اوكي شباب، طبعا هي اول هديه اللي هي اللبسه الاسطوريه، خلينا نعطيها موافق ونشوف اللبسه الثانيه. اوكي، هاي هي يا شباب الطاقيه، طبعا خلينا نعطيها كمان موافق ونجمع الثالثه. اوكي، هذا هو سكن السكار يا شباب. وبس يا شباب، لو انقصر معكم بداية الفيديو اليوم ان شاء الله كان عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ما تنسوا تفعيل جرس انذار. وبس، كان معكم محمد قناة زيو، في امان الله.